أنا مسؤولة عن بيت، داخلة كلية طب، سنة أولى، أنا أم. فأنا قررت، أخذت قراري أنه مهما كانت الصعوبة حستمر وحكمل في كلية الطب. في كلية الطب تعلمت أشياء أعتقد صقلت كثير من حياتي العملية الآن كطبيبة. تعلمت أنه اليوم في 24 ساعة، أنا مطالبة في هال 24 ساعة في أني أكون أم جيدة، سيدة مجتمع جيدة، طالبة طب متفوقة، زميلة لطالبات الطب اللي ما شاء الله كلهم متفرغين في بيوت أهلهم في دراسة الطب. يعني ما كان ولا أحد في ذلك الوقت أم وتدرس في كلية الطب. فلا يعني جلست مع نفسي، هذه 24 ساعة هي الموجودة، ما حطولها ولا حقدر أعمل فيها شيء، لكن اللي أقدر أعمل تعلمت السرعة والموازنة.